السؤال الأول، كيف نعالج الشبهات التي تثار حول الإسلام؟ الشبهات التي تثار حول الإسلام، كيف نعرفها وكيف نعرفها؟ السؤال الأول. طيب السؤال الثاني، أظن كلمة سمحت الإسلام، بارك الله فيك. كلمة إيه؟ شو هذا السؤال؟ طبعا الشبهات وكل شيء يعارض ما جاء في الكتاب والسنة، وقد تكون الشبهة يعني كما يعرفها البعض هي ما التبس في الفهم، وقد يكون ذلك بقصد وقد يكون بغير قصد، فيلتبس عليه فهم آية أو فهم حديث. إذا كان بقصد طبعا يبقى هو زائغ، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وأما إذا كان من غير قصد فهو يعني مخطئ ويحتاج إلى أن يبين له الحق. فأهل البدع وأهل الباطل وأعداء الإسلام يعني يتعمدون بأن يلقوا ما يلتبس عند الناس، يعني يلبسون الحق بالباطل. يبقى الكلام ممكن يكون له وجه يعني يتعلق به، بحيث أنهم يلبسون على الناس ويجعلونهم يميلون إلى جانب الباطل ولا يفهمون النصوص فهما صحيحا. وهذا طبعا أمثلته كثيرة، ونرى في هذا الزمان كثير من أعداء الإسلام من يلقون الشبهات كالملاحدة وكفرقة الشيعة وغير كده بقى أهل الملل الأخرى اليهود والنصارى وغيرهم، ممن على يعادون الإسلام وعلى خلاف دين الإسلام. فيعني قد يلجؤون إلى حديث أو إلى آية أو إلى أمر تاريخي أو إلى سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، فيلبسون على الناس الحقائق، ولكن عند التأمل وعند النظر الصحيح، وعلماءنا السابقين رحمهم الله يكاد يكونوا أجابوا على هذه الشبهات قبل أن يلقيها أعداؤهم. يعني هم وضعوا الاحتمالات اللي ممكن يلتبس على بعض الناس وقد أجابوا على ذلك كله. ولذلك كل الذين يعني يلقون الشبهات على المسلمين نستطيع أن نقول إنهم مزورون، لأنهم لا علم لهم في الحقيقة إلا إنهم يقرؤون كتب علماء السلف رضي الله تعالى عنهم، ويأخذون هذه الشبهات المحتملة التي ذكروها على سبيل الاحتمال فيلقون الشبهات ولا يذكرون للناس الرد الذي ذكره أهل العلم.